بسم الله الرحمن الرحيم. من الصفات التي لها ضد صفة الاستفال، الصفة السادسة وهي صفة الاستفال. يبقى الاستفال في اللغة لغة الانخفاض أو الانحطاط، يبقى الاستفال في اللغة الانخفاض أو الانحطاط، واصطلاحا انخفاض اللساني، انخفاض اللساني أو انحطاطه عند النطق بحروفها عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم. يبقى اصطلاحا انخفاض اللسان، بينزل اللسان او انحطاطه عند النطق بحروفها، يعني بالحروف بتاع عن الحنك الاعلى الى قاع الفم. الحروف وحروفها كم حرف يا استاذه؟ اثنتان وعشرون حرفا، او اثنتان وعشرون حرفا، وهي الباقيه بعد حروف الاستعلاء السبعه اللي احنا خدناها قبل كده. حروف الاستعلاء وبعد كده نقول ايه حروفها بقى 22 حرف. وسميت مستفلة لانخفاض اللسان في الفم وعدم ارتفاعه الى اعلاه عند النطق بها. يبقى سميت مستفلة لانخفاض اللسان في الفم وعدم ارتفاعه الى اعلاه عند النطق بها. يبقى هنقولها تاني، سميت مستفلة ليه؟ لانخفاض اللسان في الفم، انخفاض اللسان في الفم بينزل في الفم يكون، وعدم ارتفاعه الى اعلاه عند النطق بها. يعني صفة سهلة خالص وجميل. يبقى حروفها 22 حرف، وهي الباقية بعد حروف ايه؟ الاستعلاء. الاستعلاء خص ضغط انقاض اللي هم سبعة اللي قبلها صفة الاستعلاء. يبقى هنقولها تاني اخ، الاستفال لغة الانخفاض او الانحطاط، اصطلاحا انخفاض اللسان او انحطاطه عند النطق بحروفها عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم. حروف اثنان وعشرون حرفا، أو اثنتان وعشرون حرفا، اثنان وعشرون حرفا، وهي الباقية بعد حروف الاستعلاء السبعة. حروف الاستعلاء السبعة اللي هم ايه؟ خص ضغط انقذ كام اندرستاند مظهر. وسميت مستفلة لانخفاض اللسان في الفم وعدم ارتفاعه إلى أعلاه عند النطق بها. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلح لك فضيلة الشيخ، وجعل في السعودية أبدا من كل بلاد، وزي وشفيك وعافيك يا رب، وجعله في ميزان حسناتك يا رب، أنت وبابا رب العالمين.